السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الشروق يحييكم وأتمنى الصوت واضح وكل شيء مرتب. اليوم عندنا لايف مميز مع حساب مميز، حياكم الله يا أخوان. حيا الله من يومنا، حياكم الله يا أخوان. هلا هلا هلا، ويلكم أي عبد الله، حياكم الله. هلا 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 هلا، شلونكم يا اخوان؟ اليوم عندنا حساب جدا مميز، بنحاول ندردش معه ان شاء الله ونسمع اخر الاخبار، اشياء جديده. حي الله عبد الله الشاعر، حساب هاي عبد الله اليوم بيشرفنا، دائما مشرفنا. الله يشرفك. حلوه السامح. وشوف شوف شوف، انا الحين مشغل موسيقى، مجرد اوقف صوتي بروح اتطاول. شوف يا ديون، هني لا تقول لي سحر. مو بسحر، هو بروح يقصر على صوتي. يعني المكسر احسن من نصر. هلا بالحبيب، حيا الله علي بالمرضي، حيا الله. مساك الله بخير، حيا الله بخير، حياكم الله. بس خلينا نبدا الموسيقى، حنسمع نسمع عبد الله، احنا نسمع صوته. حياك الله اخوي ونرحب فيك. سمعنا صوتك، بس سمعنا صوتك. مساك الله بالخير، اكيد امسي عليك ومسي على كل متابعينك اخوي احمد. انا سعيد في اول لايف لي في حساب هاي عبد الله ان انا اكون وياك، انت اخو عزيز وغالي، زميل عمل، قدوه اعلاميه، انسان مميز، ابدعت في مجالك وايد. الحين انا بقدمك مو تقدمني. يلا ثاني هني الموضوع. متعود متعود انت. اي هذا هو. زين، بس ببتدي اول سيدي بندش في الموضوع حق ما نطولها. شنو الفكره من الحساب؟ انت سويت حساب الحين جديد يوصل معلومات. اول شيء نبي نعرف الحساب وشلون طلعت الفكره في البدايه. اوكي، اي عبد الله سلمك الله. بدت الفكره وياي مع نهايه 2019 للامانه، وبديت يعني بلشت العمل فيه يعني مع نهايه 2019 بدايه 2020. بدينا التصاميم، سوينا اللوجو، سوينا هوية كاملة حق الحساب. الهدف من هذه الحساب هو توصيل رسالة إعلامية في مجال التكنولوجيا بشكل عام، أخبار التكنولوجيا الجديدة، إن كانت أجهزة، إن كانت إحصائيات تكنولوجية، تسريبات بخصوص الأجهزة والشركات الجديدة، التحديثات اللي تصير بالشركات، مو بس الأجهزة الإلكترونية، كان هواتف نقالة أو آيبادز أو حتى لابتوبس وغيرها، أو حتى البرامج المختصة فيها. يعني ركزنا بعد على موضوع المسلسلات والأفلام الموجودة على إن كان نتفليكس أو باقي المواقع الإلكترونية، بالإضافة أن حتى بعض يمكن التقنيات اللي ممكن تستخدمها أنت في التليفون وما تعرفها، أو حتى في الآيباد، ممكن أن احنا يعني بنعكس هذه الصورة من خلال هذه الحساب حق المتابعين. جديد الأفلام حتى في السينما وهذه الأمور بعد بتكون موجودة، نسوي تقييم كام على البرامج والمسلسلات وهذه الأمور. يعني كل شيء يخص التكنولوجيا، كل شيء يخص السوشيال ميديا بشكل عام موجود في ذي الحساب. ليش سويت ذي الحساب؟ بقول لك. في فئة مستهدفة انتوا حاطين لها البال يعني ولا؟ شوف، اللي يقول لك السوشيال ميديا، بديش السوشيال ميديا بسوي حساب، يقول لك انا مستهدف شباب، عيب. لان السوشيال ميديا صارت موجوده حق الكل الحين. نعم. تتكلم عن ناس حتى عمرهم 7 أو 8 سنوات يستخدم السوشيال ميديا وعنده حساب في الانستغرام او تويتر او اي وسيله من وسائل الاعلام الاجتماعي او السوشيال ميديا بشكل عام، وحتى اللي عمرهم فوق ال60 سنه قاعدين يستخدمون السوشيال ميديا وقاعدين يتقنونها للامانه، يعني الصغار يتقنونها وكبار السن يتقنونها والشباب محترفين فيها. فاحنا نقصد كل فئات المجتمع، لكن يمكن الشريحه الاكبر في مجتمع ككل على مستوى دول العالم، نتكلم عن ان شريحه الشباب هي اللي هي الفئه الاكبر على مستوى العالم. اذا بنتكلم عن البحرين، فتعداد السكان للبحرين، ويعني مو بس البحرين، المقيمين في البحرين والخليج بشكل عام، نسبه الخليجي الشباب في دول الخليج ككل وحتى الدول العربيه تزيد عن 60%. فاحنا نقصد فئه الشباب بشكل اكبر، صحيح، لانهم مهتمين في ذي المجال، ان كان مجال التكنولوجيا، الهواتف وغيرها، والبرامج التابعه حق الاجهزه الالكترونيه، وكذلك المسلسلات والافلام وغيرها. في نفس الوقت انه ممكن هذا المحتوى يستفيد منه اي احد يتابعك، ان كان صغير او كبير. انت تبي تقدم رساله اعلاميه من خلالها تفيد المجتمع. هذه باختصار في مجال التكنولوجيا. اوكي عبد الله، شوف، في يعني كثير من الناس تكلموا عن المحتوى العربي في يعني
في السوشيال ميديا وفي الانترنت بشكل عام. يعني كثير احنا اللي نسوي سيرش دائما نسوي سيرش بالانجليزي حق نحصل المعلومه. فانت صحيح. هل في يعني في المستقبل بتتمون على بس الانستغرام ولا بتفتحون ويب سايت ولا بتفتحون افق شوف جديده حق هي اللي انت ممكن نحصلكم؟ كخطوه اولى ابو حصه، يعني يعني انت ما يخفى عليك، انا شو اللي صار في الحساب بالضبط؟ انا بلشت فيه تقريبا مع بدايه 2020، بديت الهويه في نهايه 2019، صممنا واشتغلنا على الموضوع للامانه مع زوجتي، يعني زوجتي لها باع طويل في مجال السوشيال ميديا وهي وايد تساعدني وتساندني في ذي المجال، وشراكه حلوه. انت حلو ان تكون عندك شراكه في حياه اجتماعيه وحتى كذلك في حياه عمليه. نعم. بديت قبل أزمة كورونا، بدأت كورونا تنتشر بشكل كبير، بدأوا الناس يتخوفون، قل اهتمامهم في موضوع التكنولوجيا الجديد في التلفونات ولا في الآيبادز أو أي شيء يخص الأجهزة الإلكترونية أو البرامج التابعة لها أو حتى مسلسلات وأفلام. الناس كلها كانت تتابع أخبار الكورونا، فاضطريت إن أنا أوقف مثل أي أحد ممكن موجود في السوشيال ميديا، الغالبية وقفوا. تقدر تبتدي تستجمع قواك، تحاول تجمع معلومات، تحاول تعيد ترتيب اوراقك وتبتدي من جديد. بس بما ان الحين الرد كانت كلنا وايد قوية. اي فرجعنا من جديد تدريجيا، بما ان الحين الوضع قاعد يتحسن نوعا ما، الناس قامت تتفرغ حق السوشيال ميديا بشكل اكبر، اهتماماتها قاعده تتوسع بشكل اكبر، فاحنا بدينا نفعل الحساب بشكل اكثر. ركزنا على الأجهزة الإلكترونية، على التسريبات الأخيرة، الأخبار الجديدة اللي تخص الشركات، إطلاقها حق بعض الأجهزة وغيرها، بالإضافة أنه يعني بعد في جانب ثاني اللي هو المسلسلات والأفلام أعطيناهم حقهم بشكل أكبر، بحكم أن الناس كلهم قاعدة ومجاب للنتفليكس، وصار النتفليكس هو حياتهم اليومية في الوقت الحالي. بس فإحنا انتم على نقيم الانستغرام. كل شيء في الانستغرام في الفترة الحالية كمرحلة أولى، تتكلم عن سنة ولا سنتين ولا حتى 3 سنوات قدام، انت تتبع على الانستغرام، ممكن ما يمنع الشيء ان انت مثلا تتجه حق التويتر، بس انت لا تشتت روحك، تركز على وسيله وحيده تتميز فيها، لان انت ثبت نفسك بشكل مثالي، هني ممكن ان انت تتوسع بشكل اكبر، حتى اذا كان عندك فريق عمل بشكل اكبر عقبها، هني تقدر تتوسع بشكل اكبر. الاعداد حق المحتوى المقدم مو شيء بسيط، خصوصا ان كل المحتوى يجيك باللغه الانجليزيه، فانت تحتاج الترجمه باللغه العربيه، فلازم يكون عندك خبره شلون ممكن تترجم الكلام بالانجليزي في مجال التكنولوجيا. مو حلو. كل من ممكن يتقن هذه المهاره، بس يعني الحمد لله فريق الاعداد على على الحساب عندهم هذه المهاره ومتميزين فيه صار لهم سنوات للامانه، عشان الحمد كذي لله. يمكن هاي الشيء اللي قاعد نتميز فيه. زين، المصادر اللي انت تعتمد عليها مصادر مختلفة ولا تعتمد على مصدر واحد؟ مو 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 شيء واحد، انت تدش كل مواقع اللي مهتمه في مجال السوشيال مجال الاجهزه الالكترونيه، مجال التكنولوجيا، المواقع المهتمه بهذا الشيء، في مواقع كثيره خصوصا الاجنبيه، المدونات الموجوده في حسابات في التويتر اجنبيه، يعني تطلع لك تسريبات تقولها من وين يطلعون الاخبار؟ يعني هل عندهم مصادر لهالدرجه؟ فعشان كذي احنا نحاول مدى قد ما نقدر المصداقية، نبرك. شلون؟ مدى المصداقية اللي تحصلها في يعتمد اذا كان الخبر رسمي، انزين هني نحطه خبر رسمي. احنا اوكي. يعني قسمنا القوالب الموجوده او الاخبار اللي نقدمها في بعضها تسريبات، فالتسريبات ما تعتبر خبر، اما الخبر اوكي. اذا كان شيء رسمي فنسميه خبر. فحتى لو بتدش الحساب بتتصفح الحساب بتشوف ان التسريبات بلونها البرتقالي، دائما اللون اوكي. البرتقالي اللون اللي هو فيها اشاعه، صد، كذب، ما ندري، بس حتى ان اختيار الخبر الالوان. خبر. نعم. بالضبط، يعني في النهاية عشان توصل الرسالة تكون رسالة صحيحة 100% حق المتلقي. يعني انتوا عندكم المصادر الدقيقة إذا كان خبر رسمي من الشركة نفسها، وإذا في إشاعة ولا تسريبات تستخدمونها في طريقة النشر اللي انتوا تستخدمونها، بس تحطون صور وأخبار ولا بعد تستخدمون فيديو ولا تستخدمون أشياء ثانية؟ شوف احنا بدينا نفعل الحساب يمكن الحين بس من خلال اسبوعين او اقل، يمكن من عقب ازمه كورونا، من عقب ما توقفنا. حلو. البوست كصور هو الاكثر، كون انه في اخبار، في تسريبات، بلاس الستوري اللي ممكن نقيم من خلاله الافلام والمسلسلات الموجوده على البرامج نتفليكس وشاهد وغيره. زائد انه بعد عندنا اللي هي نتابع المواقع الموجودة، خصوصا ان الناس الحين قاعدة تهتم في موضوع التسوق الالكتروني.
فحتى مواقع الشوبينج الموجوده البراندات العالميه تنزل لك مثلا عندك مثلا اليوم عرض 20% ديسكاونت من خلال ذي الموقع على ذي السلع بالتحديد. فاحنا حتى العروض نستخدمها خصصنا لها هايلايت موجود في البروفايل، فينزل ستوري مدته 24 ساعه ان مثلا العرض مدته من هالفتره لهالفتره بيكون مثلا حق مثلا اديدوس او اي شركه من الشركات عن طريق موقعهم ماليوكي او موقعهم اللي في البحرين، كون خصم حق التطبيق الفلاني اللي هو حق الشوبينج وهذه الامور. هاي من الاشياء اللي ركزنا عليها في الستوري. اني حق موضوع تصوير الفيديو، المواد الفيلميه اللي قاعد نعرضها يمكن الاشياء اللي يهتمون فيها الناس. اول فيديو نزلته كان يتكلم عن شيء يمكن الناس ما كانت تدري عنه، موضوع يمكن انتشر وايد. هذا اللي سوى ضجه بالضبط، وانا استغربت الريتوف. ان وصلت المشاهدات لي فوق 700 متابع، يعني مشاهده، معنا الحساب ما وصل حتى يعني وقتها ل 700 متابع. الموضوع ما فيه ان موضوع الريستارت صدق والله كذب، يعني صدق يعني الحين تتصل الو الشركه الفلانيه تليفوني بيجي سوي ريستارت حق الجهاز، هل هو صدق والله كذب؟ طريقه تقديم المعلومه حق الجمهور، تخاطبهم باللغه اللي هم يسلفون فيها وبالاسلوب اللي هم اوريدي يسلفون فيه في البيت، هي اللي تخليهم يتقبلون المعلومه. واذا كانت هذه المعلومه تهمهم هم يعني خلاص يوميا ممكن تصير في اي بيت. أيه. عشان كذي هاي الشيء همهم، شد الناس انتشر بشكل كبير، وللامانه في ناس يعني مهتمين في ذا المجال قاموا ينشرون الفيديو لان صدق في وايد لقط على الموضوع، هل صدق انه ممكن الجهاز يتصلح ولا يعني في بعض الاعطال يتعدل من رستارت من خلال الرستارت؟ اي يعني احنا وضحنا انه اي والطريقه عبد الله. بس دقيقه برحب بالجماعه، حياكم الله اخواني. جماعه اخونا عبد الله عنده حساب اي عبد الله المتخصص بالاشياء الالكترونيه والاخر الاشياء الابديتد في مجال التكنولوجيا، وهذا الحساب جدا مميز، اي احد عنده سؤال ممكن يسال ويقاطعنا عادي. حياكم الله، هلا اخوي نمدار، هلا ابو توفيق، حياكم الله اخواني، اظن علي حميل موجود، الكل موجودين، حياكم الله. اوكي العبد، عقب الفيديو الاخير هل انتم بعد في عندكم تخصصات في السكيورتي زياده؟ مثلا احنا لاحظنا اخر بوست كان منزلين انتم عن اختراق برنامج زوم حق اجتماع. بالضبط، هذا اللي لعواز العالم، ما ادري اذا سمعت عنه ذي والله. لا هذه الله يسلمك، هم شباب ثلاثه يمكن في امريكا اعمارهم ما تتجاوز ال 20 سنه او 21 سنه، قاموا يخترقون حسابات المشاهير في تويتر. ليه ما صادوا واحد منهم عمره 17 سنه؟ ففي محاكمته من كم يوم، طبعا في ظل ظروف كورونا صارت المحاكمات عن بعد، فعشان ان القاضي ياخذ اقوال المتهم ويسمع اقوال المحاميين وغيره، فتكون الجلسه عن طريق برنامج زوم. فالسكيورتي نوعا ما في برنامج زوم ممكن انه يتهكر، فمو بس هكر حسابات المشاهير السوشيال ميديا، حتى في محاكمته رابع هكره والمحاكمه نفسها، يعني خلي حد بحاله، يعني حتى في المحاكمه قاعد يهكر، يعني ورابع قاعدين يهكرون. اذا هل تعطون هذه الجوانب حتى الاخبار دي الخفيفه اللي ممكن الناس تستفيد منها، يعني تلطف الجو نوعا ما ان الهكرز يمكن يكون لهم دور وايد كبير. بس ما تاخذون تخصص في السكيورتي، يعني ما تركزون على السكيورتي زياده، مثلا تعطونهم تكنيكال زياده، ولا تتكلمون العام بشكل عام؟ يعني مو تكنيكال. انا ما ابي افرش اوراقي كلها قدامك، خلي الناس تنتظر وتشوف، لان في وايد معلومات انا ممكن حتى عن طريق اللي هو المواد الفيلميه او الفيديو ممكن اوصل مثل هذه الامور. اليوم بينزل فيديو يتكلم عن امور السكيورتي نوعا ما في التليفون وفي الايباد، الاجهزه الذكيه اللي تخص اجهزه ابل، بس بعد بننزل حق الاندرويد او مستخدمين الاندرويد، ان كان اللي هو التابلت وغيرها من المستخدمات اللي موجود فيها الاندرويد. شايف السكيورتي، شايف سكيورتي التليفون نفسه. نستخدم الاخبار والتسريبات وغيرها اللي قاعد ننزل البوستات، ممكن تكون بعضها فيه معلومات ممكن. يوم الخميس نزلت ثلاث بوستات يتكلم عن الأجهزة السامسونج الجديدة اللي نزلت، السماعة والتلفون والتلفون الجديد اللي نزل بنسختين. عرضت المواصفات كاملة حق السماعة الجديدة حق السامسونج،
والجهازين اللي تم اطلاقهم للسامسونج اللي اوكي هو الجالكسي نوت. الموضوع ما في انه ما في حسابات كثيره في دول الخليج ككل، حتى خصوصا في الانستغرام تعرض لك مزايا الاجهزه الجديده او الاستخدامات اللي يستخدمونها الناس، الهواتف، الايبادز، في اشياء التابلتس، اسمها السمارت. الهيدن فيتشرز، الهيدن فيتشرز اللي كثير من الناس يعني ما تستخدم جميع المميزات اللي في التليفون نفسه، فهمت الفكره؟ فانت اذا خصوصا لو موجود يعني تدش على اليوتيوب تكتب الهيدن فيتشر في الايفون، هيدن فيتشر في الجالكسي، فبتحصل وايد فيديوهات، لكن كمحتوى عربي يعني انا اعتقد ان انت بتكون مميز انه فيه. انا اتمنى ان شاء الله ان انا اكون مميز وان انا اسلك ذي الخط. للامانه انا هدفي الاول ان احقق انتشار على مستوى البحرين كخطوه اولى، حتى الشركات والمهتمين في التكنولوجيا ممكن ان يتواصلون. ليه ما يتواصلون هم وياي هني؟ من خلالها انا ببتدي حتى المتابعين يستفيدون، ممكن نقدم لهم عروض، نقدم لهم الاشياء مثل هذه. ترى في خطوه لحد الان ما سويناها اللي هو الانبوكسنج، هذه اوكي بعد بتصير اجهزه اوكي هذه يا شيخ. جايينك يعني جايين. يعني الأمانة احنا قاعدين نعد حق اكثر من فيديو بنصوره، بنجهز حق اجهزه بتكون حصريه ان شاء الله لنا، وبتكون اجهزه توها نازله يمكن في السوق، بتتكلم عن مزايات مميزات وطريقه استخدامه وشنو الاشياء اللي ممكن تميزها عن باقي الاجهزه اللي مثيلتها في السوق. بس عبد الله، بس خلينا نكون صريحين، يعني اغلبيه الحين اللي يسوون انبوكسينج زين، مع في البدايه يكون عندهم مصداقيه انهم يقولون عيوب الجهاز، يقولون الاشياء اللي صارت، تكليفه غلط، لكن عقب مع الفتره تبتدي الشركات تغريهم، تعطيهم الجهاز ببلاش، لازم يمدح. هل بتروحون في ذي الموجه ولا بتتمون على شوف انا من البدايه قلت لك، انا اصلا من البدايه قبل 12 سنه يوم دشيت مجال الاعلام كان هدفي واحد، ان انا اوصل رساله اعلاميه تفيد في المجتمع. انا ما ابي انقل رساله مزيفه حق الناس. ليش انا اكذب على الناس؟ على اذا كذي اسكر الحساب واقعد في البيت احسن لي. عقب واحد مثلا ياخذ جهاز انا مدحته ولاقاني في مجمع والله شيء، يقول لي انا حصلت المشكله الفلانيه والمشكله الفلانيه والمشكله الفلانيه، لان انت مدحت الجهاز وانا اخذته. فيصير في ذمتي في النهايه الواحد يعني اذا بيبي يقدم رساله يقدم رساله، وما ينسى موضوع ان عندك ذمه، لازم ان انت تتذكر ان لازم تحط في ذمتك اي شيء ممكن تقدمه حق المتلقي. فيمكن في وايد مشاهير من السوشيال ميديا بشكل عام في كافه قنوات السوشيال ميديا ممكن يسوون اعلانات حق امور كثيره، مو باجهزه، مطاعم وغيره وغيره، يمدح بحكم انه هو اعلان. بس انا ما بسوي اعلان، انا بسوي انبوكسنج، انا بتكلم عن مزايا وخصائص الجهاز نفسه، واذا كانت في سلبيات بذكرها ان هاي السلبيات. ممكن ترى الشركه المصنعه اذا سمعت ان في سلبيات يمكن هم ما حطوا بالهم على هاي الاشياء البسيطه اللي يمكن فاتتهم، من خلالهم ممكن يسوون تحديثات. ليش الاجهزه الاندرويد ولا الابل يسوون في ابديت مثلا يجي لك كل يوم بين فتره والثانيه ان في ابديت حق الجهاز كامل؟ لان في بعض الاشياء البسيطه اللي هم ما ركزوا عليها في السوفت وير يسوون لها ابديت عشان انه ممكن من خلالها يصلحون هذه المشاكل او الاعطال اللي موجوده في هل في السيستم. تعاون هل في تعاون بينكم بين محلات معينة في البحرين الحين؟ لحد الان ما في تعاون، بس في اهتمام للامانه. يعني محلات اي سي تي تواصلوا ويانا من اول ما بدينا الحساب، اوكي تواصلوا ويانا ان اهتموا بالموضوع وقالوا احنا مستعدين انه ممكن نعطيكم اي منتج عندنا كاجهزه تسوون عليهم نسوون عليها انبوكسنج وتتكلمون عن ميزاتها، خصوصا اذا بعض البراندات اللي هم حصريه عندهم راح يخصونها في يعني يخصونها لنا، وراح نتكلم عنها ان شاء الله في الفترات القادمه. يعني للامانه من يومين تواصلوا ويانا وخبرونا ان اي شيء عندكم في الحساب تبون ان احنا ننشره حتى عن طريق حساباتنا في السوشيال ميديا احنا بننشره، بلس ان اي جهاز بيوصل عندنا بيكون في بوكس تقدرون تسوون له انبوكسنج، بنسلمكم اياه تسوون له انبوكسنج، وانتم حرين متى تبون تنشرونه وحرين تتكلمون عن ميزاته وسلبياته بشكل عام كامل. فهاي شيء خطوه ايجابيه وشيء تشجع ان احنا نواصل وال. في ذي الحساب. يعني احنا في البحرين ترى ما شفنا من قبل هاي الشيء ده. في احد يسوي كذي من قبل في البحرين؟ في الانستغرام صعب، يمكن في البحرين سووا انبوكسنج على اشياء، يمكن احنا قاعد نلاحظ الفتره الحاليه مثلا جاء البلوشي يسوي انبوكسنج على الاشياء الخاصه الاجهزه الخاصه بالتصوير.
بالانتاج الفيلمي وهذه اوكي كاميرا واصله معينه يعني اولا سواء نزل فيديو فيسوون حق هذه الامور. بس الاجهزه الالكترونيه في البحرين كبحريني يتكلم عن تليفون ولا ايباد ولا سماعه ولا ساعه ذكيه نازله او اي شيء. حتى احنا بعد في نظاره ذكيه بتنزل حق ابل بعد ممكن ان احنا طوتم ذكي نتواصل وياهم ونتكلم عن ميزات زين يفتح النقطه وايد مهمه. عاده التكنولوجيا ما تنزل عندنا في البحرين الا متاخره يعني تود صح تشرات وذي. هل بتعلنون عن المؤتمرات الصحفيه اللي بتصير؟ هل انتم بتجيبون بتحاولون تواصلون حق توصل المعلومه قبل لا توصل البحرين حق ما توصل البحرين؟ اعطيك معلومه للامانه كان في تواصل شبه تواصل يعني يعني في ايميل وصلنا من احد المعارض الدوليه الخاصه بالتكنولوجيا في احد الدول الجريبه، انا ما بذكر اي شيء عشان انه ما يكون لا اعلان ولا غيره. كان قبل ازمه كورونا وكان المفروض انه يصير المعرض في شهر ابريل، وكان المفروض انه نروح ونغطي المعرض ونتكلم ونشوف شنو الاجهزه الجديده وغيره. لا اعلن، قول اسماء. احنا بالعكس احنا نبي. هو كان في معرض المفروض يصير في دبي للامانه خاص بالتكنولوجيا، وكان المفروض ان للامانه ان نروح يعني انه يكونوا شخصين من الحساب يروحون يغطون يعني جايتكس كل شيء موجود اللي كل سنه جايتكس مثلا ولا ما عرفنا. اي بالضبط جايتكس اللي ما يصير في دبي. حصلنا للامانه عرض من قبلهم، لكن للامانه انه للاسف انه تاجل المعرض بحكم انه ازمه كورونا وجائحه كورونا اللي مرت فيها كل دول العالم. فبالعكس احنا نطلع حق ذا الشيء، بس اي شيء جديد يخص المؤتمرات الصحفيه يخص اي شيء جديد بتشوف ابديت اول باول. يعني مثلا اذا ابل في شهر سبتمبر طلعوا بمؤتمر صحفي يتكلمون عن اجهزتهم الجديده، وحين في حكي انه تاجل المؤتمر لحد الان شوي بياخرونه بحكم ازمه كورونا، اول باول وقت المؤتمر ونزل في الحساب اول ما بدينا وقت المؤتمر ننزل كل شيء قاعد يصير اول باول. يعني اوكي ابديت اول باول لان الحين اعلنوا عن ذي الجهاز ميزاته كذي سعرها كذي، يعني مو بالكل قاعد يتابع المؤتمر صح او لايف، ممكن يبي هايلايت المؤتمر من فريق الاعداد ينزلون في الستوري اول باول، مو شرط انها تنزلها بوست، تنزلها ستوري فالناس تشوفها خلال 24 ساعه وموجوده في الهايلايت. ممتاز. زين عقب خلينا نقول 3 سنوات 4 سنوات شو تشوفون الحساب وين بيوصل؟ شنو في بالكم؟ انا يعني انا بالنسبه لي احنا بنواصل مو بس على الانستغرام ان شاء الله عقب 3 سنوات والله عقب سنتين حتى ممكن تكون في يوتيوب شانل تهتم في مجال التكنولوجيا. شفت اللقاء اللي الحين قاعد اتكلم فيه وياك عقب في اليوتيوب شانل ممكن ان يصير لقاءات لايف او لقاءات مسجله نتكلم عن تفاصيل بسيطه، ممكن نسوي لقاءات ويا شخصيات كبيره في مجال التكنولوجيا ويا مسؤولين كبار في شركات عالميه. هذا اللي نطمح له عقب 3 سنوات ان حتى ممكن نلتقي بلقاءات حصريه من خلال خصوصا يا حساب الانستغرام او حتى باليوتيوب شانل اذا صارت باذن الله خاصه بحساب اي عبد الله. يعني مثلا نتكلم عن مسؤول كبير مثلا في شركه ابل بس في الشرق الاوسط. هل تفكرون تسوون بلوج مدونه خاصه حق الحساب من الحين تبتدون؟ يعني اي شيء ينزل هنا ينزل في البلوج؟ البلوج للامانه ما في توجه انه ممكن انه نتجه حق البلوج كثر ما ان الحين انستغرام من بعدها ممكن اخذ خطوه اللي هو اليوتيوب، لان انا بركز على المحتوى المصور اكثر. ليش المصور؟ لان الناس ما تحب تقرا وايد ولا تحب تشوف صوره وتقرا تفاصيلها، وصل لها الموضوع في دقيقه بكلام بكل الموضوع 100% واصل بالنسبه لهم. هذه الهدف بالنسبه لي انه انا اوصل معلومه حق المتلقي، ان اللي يشوف الفيديو عندي او يتابع الحساب عندي يستفيد 100%، ما يندم يوم من الايام انه هو تابع الحساب والله شاف في بوست معين واتبع الخطوات الموجوده في البوست نفسه. عبد الله صراحه يعني انا سوالف ما تخلص معك، انا يعني ودي عندي اسئله وايد ولكن ما نبي نطول اللقاء بالضبط الناس. بس اهم شيء يعني الموضوع ما فيه، انا اقول لك اياها يعني اخوي احمد الحساب في بدايته للحين، نتمنى ان احنا يعني نثبت روحنا بشكل اكبر، وان شاء الله باذن الواحد لحد بنقدم مواد اعلاميه يمكن تهم كل شخص ممكن قاعد يتابعنا في ذي اللحظه، وحتى قاعد يتابعك
ممكن انه يهتم فيه وممكن انه يستفيد منها. اهم شيء بس انت سوي فولو حق اي عبد الله وما بتندم نهائيا. انا عقب الفيديو الاخير والاشياء الجديده الحين اللي نزلت كانت بوست يعني وايد قوي، وجدا استمتعنا بطريقه الالقاء، انت ما شاء الله عليك يعني ما يحتاج. بس اتمنى يعني الكل الجماعه اللي بيستفيد يسوي فولو حق حساب عبد الله، وبتستفيدون 100%. عبد الله انا جدا سعيد وانا سعيد. ومستانس، والجماعه يعني مشكورين ما قصرت اللي يتابعونا من البدايه الى النهايه، وجزاهم الله خير. انا متاكد عقب كم سنه بحاول ان شاء الله، اذا الله احيانا بعد نسوي لقاء تود انت ما ندري بتكبر علينا عقب ما تعطيني نوايا وما لا تعطيني ما نوايا ترى قبل. الحاجب حبيبي، اي انا اي بالنسبه ما لك ندري، حاجب انت العين بكبرها، يلا ترى حافظ، الحاجب بدون العين ما بس يسوى شيء، العين عطني ما نوايا، ان ما اهم تلهى. شيء اهم شيء ان تعطيني نوايا، ولا قدر الله قلنا مثلا شو اسمه ترى عبد الله يعني انت صرت مشهور، فحاول تعطيني نوايا ان شاء الله. لا لا اوكي انا مو متغير، انا مثل ما انا حطيتي من اول ما دشيت الاعلام في 2009 لليوم، انا مثل حطيتي نفس اسلوبي نفس طريقتي. يمكن حتى في ناس ينتقد موضوع انه ليفل الصوت عندي شوي مرتفع، بس انا شوي صوتي جهوري، انا من النوع اللي يتكلم بسرعه حماسي. هذه انا مثل ما انا حياتي، ان كانت قدام الكاميرا او حياتي من ورا الكاميرا، مع الناس مع بيتي مع اهلي مع ربعي، مثل ما هي ما تتغير نهائيا ولا بتتغير باذن الواحد لاحد. الاهم من ذي كله ان نوصل شيء ونستفيد من المتابع. جزاك الله خير، اجمع الله يعينك بنت جناحي، الله يعينك، الله يحفظك وييسر لك امورك. الله ييسر امورك حبيبي، أمورك جميعا وصراحة إن شاء الله. استانست. بس نسمع عن خاطرنا هذه حق سلف انت تقول مصارعة. والله يعني احمد مرتب اموره عدل ولا لا؟ لا إيه ممتاز. بس انا اقول لك صراحة اكو اختفاض من دهشه اظن كم ما ننزل، بس الحمد لله جزاكم الله خير. و خلينا بس نختم، بقول لك بهالصه، انا اول ما حطيت الموسيقى انا على بالي اني حسيت روحي مصارع بدش الحلبه، اي عرفت نفس شلون؟ الشيء هذا هو، انا اخوي اخترت انت موسيقى عاد. متعود على ذي الجو، انت لان متعود على ذي الجو عشان كذي تحب تسوي ذي الجو. اي بالضبط. شوف ايش بس كثر مستحيل اطلب عندك. رئيس الاتحاد البحريني من الكتل المختلطه موجود. لا 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 تخربط، اقول شيء والتعب فيهم من طيب. كلهم، وبالعكس يعني انت شرف فيهم، هم دائما رافعين راسي، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله من عقب ازمه كورونا في كل المشاركات تشاركوا فيها. إن شاء الله عندك كلمة أخيرة قبل ما نختم. كلمتي الأخيرة شكرا إن أنت أعطيتني ذي الفرصة، متابعينك يعرفون شنو بالضبط المحتوى اللي راح يقدمه يا عبد الله. يمكن حساب يا عبد الله توه في بداياته، لكن إن شاء الله مع الأيام الجاية راح يشوفون أشياء جديدة، أشياء ما شافوها من قبل، وإن شاء الله بإذن الواحد لأحد يجمعنا أنا وأنت عمل رياضي تكنولوجي إن مختلط شاء ويا الله بعض. وتمر بإذن الواحد علينا النور إن يعني شاء الله شهادتي فيك تنطاق. مجروحة أحمد، مو لأن أنت قدامي والله أنا قاعد أتكلم في حسابك. أحمد الشروقي من الطاقات الشبابية البحرينية، اللي صدق فخر بالنسبة لنا أن هذا الشخص يلبس علم البحرين. شكرا والله بالضبط يكثر، سوي سواكي. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، سامحونا قمت على أحمرك مو التصفوني. والقلاوة يصير أحمر يجي. عياس وانا الحين ما تم، ليت ما ركبته بعد ما صرت نفس الاضاءه اللي عندك، واللي رينج لايت هالكفر عبود ما يصير كذي. انت اللي صرت احمر وبانا. يلا شو نسوي يا اخوي حبيبي. اخوي محمد قنبر، والله انت ما قصون ما قصون، دائما رفع راسنا الاتحاد البحريني للفنون والقتال المختلطه، دائما رفع راسنا وما قصر انت ان شاء الله. انا عارف المستقبل باهر، وان شاء الله ان شاء الله ناخذ الاخبار الجديده من عندك. وقياده مميزه الصراحه من عنده، قياده مميزه الصراحه للاتحاد. لاحظنا انجازات كبيره قاعد تحققها البحرين في هذا المجال بالتحديد، يمكن احنا كمن الدول الجديده في ذي المجال، لكن الحمد لله رب العالمين انجازات تتكلم عنه، وخلت يعني خلت اسم البحرين وعالم البحرين ينحط له مليون حساب في اي منافسه موجوده في الفنون المختلطه. ان الفنون شاء الله. القتاليه المختلطه. يلا السلام عليكم اخواني، جزاكم الله خير، ان شاء الله بتنزل هذه الحلقه في اليوتيوب، بتنزل ان شاء الله في الانستغرام. جزاكم الله خير، ونشوفكم ان شاء الله مع حساب مميز جديد. ان شاء الله نرجع حق عبد الله اذا ما تكبر علينا. لا ما بيتكبر. ان شاء سلام. الله مع السلامه. والله.